تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من توب 5 اللي بتجيكم مني انا محمد عواد، البرنامج الديمقراطي اللي بيجي عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها بيوتيوب. حلقه توب 5 اليوم واللي بتيجي كل ثلاثاء بدنا نناقش فيها مساله لاعبين انظلموا في عصر ليونيل ميسي ورونالدو. دائما كل ما يجي عيد ميلاد ليونيل ميسي او رونالدو حاليا بلشنا نغرد، يا زمن لماذا تتقدم، اوقفوا الزمن، ما بدنا نعيش بدون ميسي ورونالدو. وفي لعيب بتطلع علينا هيك انه شو مالكم، لا خلوهم يروحوا وحنشغل لهم اغنيه سكه السلامه وردوا الباب وراكم، لانه احنا بهذا العصر ظلمنا كلاعبين لمستوى. اذكر قصه ظريفه صارت مع ديولوفيو لاعب برشلونه السابق لما كان بواتفورد، سجل هاتريك، طلع تاني يوم وقال كنت متوقع اصحى الصبح القى كل الاعلام بتكلم عن الهاتريك تبعي في اسبانيا وفي العالم. فميسي بالليل مع اشبيليا عمل نفس اللي عملته واحسن، فالناس ما عرفت انا شو عملت. في لاعبين كان بالامكان يشوفهم التاريخ، كان بالامكان يشوفهم الناس اضعاف حجمهم اللي شفناهم فيه الان لو ما كان في ميسي ورونالدو. مين هو؟ وبناء على اقتراح احد الاصدقاء في التعليقات في اليوتيوب قال لي رتب بالعكس من الاقل للاهم عشان يعني تخلق نوع هيك من الحماس ونشوف شو انت ترتيبك للموضوع، وهذا اللي حنعمله. حنبدا من الاقل ظلما للاكثر تعرضا للظلم حسب وجهه نظري الشخصيه، وبشوف بالتعليقات ترتيبكم حسب وجهه نظركم الشخصيه انتم. نبدا برقم 5، لويس سواريز او اجويرو، ما عرفتش اختار واحد منهم، واحد من الاثنين. ليش؟ لويس سواريز عدد اهدافه ما شاء الله عنه زاد عن ال 400 وشيء، ونفس الشيء اجويرو. لاعبين بكل مكان راحوا فيه عملوا فرق. طبعا لويس بالمنتخب انسى، حقق نجاحات رهيبه، وايضا اجويرو موجود في المنتخب، واجويرو مع الانديه اللي راح عليها كان فرق تاريخي، مع مان سيتي فرق تاريخي، مع اتلتيكو بدايه المشروع اللي صار هذا المشروع القوي حاليا، ولاعبين اهدافهم كثير. هذول الاثنين لو ما في ميسي ورونالدو انا شخصيا اعتقد كان اجويرو مهاجم ريال مدريد العشر سنوات الماضيه كلها، لانه ريال مدريد كان يحب اجويرو واسبانيا كانت كلها تحب اجويرو. ولويس سواريز اعتقد لولا وجود ميسي ببرشلونه لتم التعاقد معاه قبل ما يروح على ليفربول، لجأ من اياكس لإلهم، بنعرف برشلونه بحب لعيبه اياكس اولا، وثانيا لويس سواريز الكل بيعرفه من قبل ما يشتري ليفربول انه لاعب مش طبيعي كمهاجم وهداف. وهدول الاثنين اعتقد تضرروا، عدد اهدافهم، استمراريتهم بالتهديف للعلم طويله، لكن احنا دائما بنقول الاستمراريه ميسي ورونالدو، لكن لا مش ميسي ورونالدو بس، لويس سواريز واجويرو كانوا مستمرين. ننتقل لرقم 4 وهي ثنائية أيضا، وكثير حتشوف إنه في ثنائيات انظلمت بسبب ثنائية ميسي ورونالدو. صح ثنائية ميسي ورونالدو متضاربة، لكن في ثنائيات بنفس الفريق، الروبري أريل روبن وريبري، اثنين قمة التكامل، واحد سريع وحاسم وواحد تقني وتكتيكي وذكي، اثنين بيلعبوا مع بعض أطراف متكاملين من أكمل الجناحين اللي عرفتهم كرة القدم بالعصر الحديث. ثلاثية 2013 اللي الجميع قال ريبيري 100% فايز بالكرة الذهبية، لكن ما فاز، ولما سألوه قال صرت مسؤول هذا السؤال، ليش ما فزت بالكرة الذهبية؟ ألف مرة وكل مرة بيسألوني إياه بيوجعني زي أول مرة. نفس الشيء ريبيري ما قدر يفهم، قال حاولت أحط ألف عذر ما لقيت ولا عذر إلا إني غير وجه قابل للتسويق حسب اعتقاده. روبن وريبيري، روبن للعلم كان لو ما انباع لو ما فيش رونالدو مبدئيا، لو ضل في ريال مدريد، وروبن حاسم ومع ريال مدريد كان حاسم، صاحب ينصاب بس كان حاسم. وريبري على الاغلب بنسبه كبيره جدا لو ما في رونالدو او ميسي كان حيلعب بريال مدريد وبرشلونه، وما بقول انه والله ريال مدريد وبرشلونه اهم من بايرن ميونخ، لا بقول اعلاميا كانت حتفرق كثير، تاريخيا كانت حتفرق كثير انك تلعب مع ريال مدريد او برشلونه، وهذا لا نقاش فيه. ننتقل لرقم 3، واللاعب اللي ما زلنا نعتقد انه اللاعب الصاعد في العمر الموهوب الشاب نيمار اللي قريبا حيدخل 30 سنه، يعني خلص 30 سنه ولحد الان نيمار ما قدر يخرج من نظريه انه نفسه يلعب مع ميسي. نيمار اللي قدم مع برشلونه مواسم ممتازه، نيمار اللي عمل اشياء ممتازه مع البرازيل ايضا، نيمار عمل كثير اشياء حلوه، لكن بنظر الناس كثير هو مساعد ليونيل ميسي ايام صراعه مع رونالدو في برشلونه، واللاعب اقتنع وآمن بهذه النظرية. وللعلم بعض الأحيان لما يجيك تسونامي قوي ما تحاول تقاومه، امشي معاه. فهذا اللي اقتنع فيه نيمار انه هذول يا اخي بيتوقفوش ميسي ورونالدو، امشي معهم خلص بدي العب مع ميسي انا. فاقتنع، لاعب بأرقامه بإنجازاته بمهاراته بأفكاره بذكائه بإبداعه، اقتنع انه يكون نفسه يلعب مع ميسي، هذا حلمه الكروي الآن الملموس. نيمار لو ما كان في ميسي ورونالدو عليكم تتخيلوا كمية هاي المهارات
وأهدافه وصناعته كيف كانوا الناس حيشوفوها وكم كرة ذهبية كان حيجيب. ننتقل لرقم 2 ثنائية أخرى، ماجد وياسين، تشافي وإنيستا، سيد التيكي تاكا والرسام، الفن الرائع، كأس عالم، كأسين أوروبا، كل شيء حققوه. تخيلوا هدول لو تحققوا ومع برشلونة اللي حققوا بس ما فيش ميسي، كيف الناس كانت حتشوف تشافي وإنيستا؟ كيف الناس كانت حتشوف إنيستا صاحب الغدارة، صاحب هدف كأس العالم، صاحب الأداء الخارق في يورو 2012؟ كيف الناس كانت حتشوفهم لو ما في ميسي ورونالدو؟ ضلوا بنظر الناس وضلوا بنظر الإعلام اثنين عم بيساعدوا ميسي ضد رونالدو، زي أي لاعب إجا بريال مدريد بنظر الناس هو لاعب بيساعد رونالدو ضد ميسي. ظلم نتيجة وجود هدول الاثنين، نتيجة وجود هدول الخوارق اللي ما وقفوش سنين طويلة ومش قابلين يوقفوا، يعني فظلموا بهذا الشيء. وأنا أعتقد بعد 10 و15 و20 سنة الناس اللي عاشوا إنيستا وتشافي زينا حنقول تشافي وإنيستا، بس ولد عمره 15 سنة بعد 20 سنة لسه ما انولد حيقرأ حيكتبوا له بالخبر وكان ليونيل ميسي يقود برشلونة الجيل الذهبي والذي فيه فلان وفلان 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 وتشافي وإنيستا وفيكتور فالديس، وربما يكتبوا معها شايغرينسكي عادي، لأنه تعرف التاريخ اللي بكتبوه بعد 30 و40 سنة بيكونوا شباب صغار بعد شافوا المباريات وبصير. فللأسف هدول الاثنين من الناس اللي انظلموا. ننتقل لرقم 1 اللي انظلم، شنايدر. لا، وشنايدر مش بالقائمة عندي أصلا. ليش؟ لأنه مش بالقائمة، لأنه هي موسم، أنا بتكلم عن عصر ميسي ورونالدو. رقم 1 بالنسبة عندي هو زلاتان إبراهيموفيتش. ليش زلاتان؟ زلاتان كلاعب، كأيقونة، كشخصية، ككاريزما، كلعب وكأهداف وكحسم وكتمرير وكارتكاز عليه وكقدرات، كان قادر يكون الوجه الإعلامي اللي كنا نتمناه، لأنه إحنا بالإعلام بالصحافي، يعني أنا كصحفي بحب اللعيبة اللي بيعملوا الجدر وبيلعبوا كويس، يعني مش واحد بس بيحكي كثير زي بارتون ولا أبصر مين، لا، لاعب بيلعب وبنفس الوقت شخصيته بتجيب، يعني شخصيته بتجيب ناس، بتجيب اهتمام، الإعلام بحب هذا الشيء. فتخيل لو ما فيش صراع ميسي ورونالدو اللي غطى على كل الصراعات وغطى على كل الشخصيات، كيف كانت الناس حتتعامل مع تصريحات زلاتان؟ كيف الناس كانت حتتعامل مع زلاتان يجيب دوري؟ والأهم من ذلك، احنا كنا بنعرف لو ما في ميسي ورونالدو زلاتان قضى مسيرته كلها من يوم ما طلع من ربما من يوفنتوس او الانتر في ريال مدريد وبرشلونة ليومنا هذا، ما كان راعى باريس سان جيرمان وقرر يعيش بامان وسلام وبعد عن الجو، وراعى برشلونة بس ما عرف يتعايش مع وجود ميسي. انا اعتقد 100% زلاتان لولا هذه الحالة ميسي ورونالدو كان حيكون في واحد من الناديين العشر سنين، شخصية تسويقية ترويجية ايقونية كانت حتفوز وهي رقم 1 بالنسبة لي. بعض الأحيان بتقول إنه طب هذا ظلم ولا هذا عدل؟ هذه معايير بصراحة الواحد بيشوفها من وجهة نظره. بالنسبة لميسي ورونالدو عملوا اللي عليهم، شدوا حيلهم، ما تراخوا، ما تكتفوا، كملوا، ما إلنا علاقة إذا التانيين ما قدروا يجارونا، هذا بالنسبة لهم عدل. لكن بالنسبة للتانيين إنه أنتوا ما بتتنافسوش، أنتوا مش طبيعي، يعني أنتوا زي لما واحد يجي يلعب لعبة كمبيوتر أو بلاي ستيشن تعطوه الإيد واول وحش والوحش تاع المرحله الاخيره انه يلا اقتله، يعني انتم مش طبيعيين انه تتصافوا. لكن اكيد في ناس انظلمت نسبيا في عصر ميسي ورونالدو. ميسي ورونالدو ما ظلموا حدا، لكن قدراتهم ظلمت الناس بلا قصد. بنوصل لنهايه حلقه توب 5 كالعاده، بتشتركوا بسلبي سبورت، بتتركوا لايك على الفيديو، وبتحكوا لي اقتراحاتكم بالتوب 5 اللي بدكم اياها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله.